وبعيدا عن كل المشاعر السلبيه اللي ممكن نحسها، صار وقت نحس بالمشاعر الايجابيه والطاقه الايجابيه، اكيد مع توقعات الفلك والابراج ومع المدام نجله اباني. صباح الخير مدام. صباحك خير يا جودي. صباح الخير يا نور. صباح الخير لكل مشاهدينا، تمنياتي لكم دائما بالسعاده وبالخير، وايام تبقى دائما فيها صحه وستر يا رب العالمين. طبعا اليوم 21 نيسان، مسار كواكبنا ما زال في مكانه او نفس المسار، ما في شيء تغير. من امبارح دخلت الشمس على برج الثور، اول الكواكب الواصله الى برج الثور، عطارد في الحمل، المريخ الى جانب زحل، اثنيناتهم في برج الدلو، والزهره ما زالت في برج الجوزاء. اول اخباري لمولود برج الحمل لليوم، الامور بالنسبه له ايجابيه بالمجمل، يعني الكواكب بمكانها المناسب او بمكان ايجابي بالنسبه لك. في قصه عاطفيه يمكن شغلتك او عائليه، او في شيء عم بيزيدك حماس واشراق، او عم تتحسن حتى بعض الاوضاع من حولك، كانك عم تحضر لمشاريع جديده، او كلامك مقنع اليوم للاخرين، وانت شخص بالمجمل هادئ. عزيز ده مولود برج الثور، اليوم بالغالب في عندك صعوبات او مشاكل، ما بعرف اذا هي سببها يعني بعض الاخطاء او بعض التنازلات المطلوبه منك اليوم، او يمكن في قصص العلاقه ببعض التعب، حزين مكسل من بعض الامور اللي ما كثير عم تزبط معه اليوم مولود برج الثور. حقيقه صار لك يومين ثلاثه هيك، يعني مو بس هذا اليوم، ولسه في جزء من بكره كمان الامور بالنسبه لك لا تعتبر الاريح. مولود برج الجوزاء، اليوم الامور بالنسبه لك جيده على الاقل اجتماعيا، اليوم يوم فيه هيك عم يشتغل قانون الجذب عندك، اللي هي تعارف، سوق، روحة على مؤسسة حكومية، فرصة يمكن أو دعوة، بس غالبا يوم اجتماعي إيجابي، يعني قصص ممكن تكون مصدر سعادة بينك وبين الآخرين، وخاصة أنه اليوم محيطك مؤيد وداعم. مولود برج السرطان، أنت أكثرنا تعبا اليوم، فلا تشتكي وتتصور الأسوأ سلفاً، عم اقول لك ما كثير الامور الاريح. هلا ما في شيء سيء اذا بدك للجد، بس يمكن قصه عائليه ممكن تكون بهي الفترات مصدر قلق، قد تضطر لظروف يعني حواليك شوي مضايقتك، او في شيء عم يزعجك بملاحظاته، يعني اليوم الامور ما كثير باريح حالاتها بالمجمل. انا برايي حاول تتقبل الناس اليوم، يعني حاول تتقبلهم باخطائهم. مولود برج الأسد، اليوم الأمور بالنسبة لك جيدة، عم تحصل على تضامن المحيط، يوم فيه محبة أو قرارات، أو تليفونك ما عم بيوقف رن، أو قصص ممكن إلها علاقة بسفر كونه فاتحين طرقات هاليومين، يعني وارد يكون عم تشوف ناس جدد أو عم بتسيطر على وضعك. مولود العذراء، اليوم كمان في عنده دعم غير محدود، قصة ممكن يلاقي لها حلول بالمجمل، هادي اليوم، عم يخلص من شيء أزعجه أو كان قلقه، يعني عندك نوع من أنواع الارتياح وعروضك بالمجمل مناسبة. مولود الميزان، اليوم أنت اللي أمور بالنسبة لك العلاقة ببعض التأجيل أو التأخير، يمكن محتاج ينظم وقته مولود برج الميزان اليوم، غالباً في نوع من أنواع الخلافات مع الآخرين أو بعض التأجيل مثل ما قلنا أو التأخير. عيد النظر بحساباتك، سواء بحساباتك بأمورك الشخصية أو شؤونك مع الآخرين، اليوم الأخبار ما كتير مريحة، خذ مني نصيحة لا تقدم اليوم على حلول متسرعة. مولود برج العقرب، اليوم كمان ضايق خلقه، في عنده أشياء ما كتير عجبته، مستعجل، متأخر، قصص العلاقة بشغل كتير ورا بعض القصص بالنسبة له، يمكن معنوياته شوي منخفضة، ويمكن بقيان باله على قصة صحية، وبالمجمل ليس في أحد الأشهر الصحية الأفضل، فأعتقد في شيء صحي ممكن ما يكون لألك، ممكن يكون لحدا من المقربين. مولود برج القوس، يومه جيد اليوم، في أمور عملية عائلية ممكن تكون مصدر سعادة لألك، سواء باتصال، سواء بخبر، بلقاء. اليوم طبيعتك اليوم أقرب لطبائع من حولك، عم تستوعب غيرك، عم تبرر، عم تسامح، عم تحاول أنه ترتب أمورك، وذكائك اليوم لافت مولود برج القوس، والأمور إيجابية. مولود برج الجدي، أنت اللي قلقان ما كتير مبسوط الحقيقة، لا اللي عم تسمعه اليوم مريحك، ولا اليوم الحياة سهلة بالنسبة لك، ما بعرف إذا متضايق من قصة عائلية أو قصة ممكن تكون العلاقة بحدا من الناس اللي حواليك، ممكن على أساس أنه يعني نقاش تخوضه، ممكن أنك تصل فيه لشجارات. هلأ أنا اليوم ما بتمنى أنك تتشاجر مع الناس اللي حواليك، حاول تسمع كتير
وتحكي قليل بمجملها، وما بعرف إذا الآن على قصة صحية، بس كمان حتكون عابرة. مولود برج الدلو اليوم استفيد من حظوظك لتمتن علاقاتك، قصص منزلية عائلية ممكن تكون إيجابية، ممكن قصص العلاقة بزواج بارتباط بمحبة. طبعا وجود الزهرة في برج الجوزاء عم بيخلي مولود برج الدلو الأفضل على كل الأحوال على الصعيد العاطفي، ممكن عم بتأسس لقصص العلاقة بمستقبل. مولود برج الحوت اليوم المصروف هو اللي شاغل بالك، عم تصرف، عم تقبض، عم تدفع، عم ترتب أمورك، وعم تفكر بطرق لزيادة دخلك. هلأ أنا بيخطر لي يعني لأواخر رمضان أو لبعد العيد ممكن يكون عنده بقى أشهر جيدة. مشكلة مولود برج الحوت بس يرتاح مالياً كل أموره بتريح معه، وأنا بقول الأمور ما أنا سيئة، بس المشكلة في مصاريف إضافية ما بعرف إذا سببها إصلاحات أو ديكور أو يعني شهر الصيام. كل عام وأنتم بخير. مولود 21 نيسان كل عام وأنتم بخير. كائن قوي متسلط، بحس دائماً أنا الأفضل، أنا الأفهم، جذاب، عامل، مجد، عامل لا يتوقف عن العمل بكل الأحوال، يعني بيحب تكون أوامره قاطعة والناس تقول له حاضر، متسرع بالأحكام أحياناً، قليل الصبر بالمجمل، حنون، موزون التصرفات، يعمل وينتج ويعيش حياته بهدوء قدر المستطاع، طيب المعشر، مرح، بيمتلك ذكاء ثاقب حضاري، ويحب أن يتعلم الجديد على كل الأحوال، ما بيحب حدا ينتقده طبعاً على كل الأحوال. سنة أنا بعتبرها سنة جيدة، وخاصة هلأ الأشهر القادمة رح تكون مفرحة لألك، لأنه في شيء ممكن يكون له علاقة بتغيير، ربما عائلي ربما مهني، يعني بالغالب هي سنة للتغييرات بامتياز، خاصة فترات الصيف رح تكون الفترة الأفضل لنقول لك مبروك على تغيير يمكن بحياتك. بقى حابه عائلي وارد، حابه عملي وارد، أنا أرجح طبعا العملي لأنه أنا برأيي أنه أنت بالسنة العملية الأفضل، بوجود أورانوس على كل ببرجك. رسائلكم على 18-45 من أي موبايل داخل سوريا. زهرة أعرج عم تسألني مولدها 80، لو ما ظروف البلد والعالم يا زهرة كنت قلت إنه هي سنة للسفر بامتياز، بس غالباً هي سنة على كل فيها تغييرات. هلأ أنا لا أرجح قبل السادس، هي فترات بالسادس الست شهور الأخيرة هي اللي العلاقة بتغييرات. حابة كأني حابة شارك. رح أخذ مشاركة سيدرا بنت هدية 23/9/2003، طالبة بكالوريا وحابة تعرف عن حظوظها لهي السنة. عندك حظوظ مساعدة يا سيدرا، بس يعني السادس والسابع ما حيكونوا الأريح، يمكن هي تقديم الامتحانات. هي أنا بقول الدراسة ما بدها حظوظ سيدرا، يعني بدها تقعدي تدرسي، وأنا برأيي أنت صار لك 3 شهور قاعدين هاي الفترات أنت ما درستي وما مدتي إيدك على كتاب سيدرا، فاللي ما بيدرس حبيبتي قد ما كان عنده حظوظ ما بينجح سيدرا. والله والله مبدئيا سيدرا زعلت منك هي واهلها ونور كمان زعلت ونور سامي 99 يسعد اوقاتك يا سامي. سامي ما في احلى من سنتك لانه فيها تغييرات وتغييرات بامتياز، خاصه هلا هالفترات تعتبر عاطفيا افضل، تعتبر امورك الشخصيه جيده، يعني انا بظن هالثلاث اربع شهور هي للتغييرات العاطفيه والمنزليه، اذا عندك نيه يعني انا عندي نيه بارك لك. ميساء 99 يسعد اوقاتك يا ميساء. ميساء قال انا بعتبرها سنه جيده بس فيها تعب عائلي وبجزء منه صحي، فما بعرف انت شو ناويه، يعني التعب العائلي وارد يكون ارتباط لكن ارتباط عائلي اكثر من ارتباط على عواطف او بسفر. هلا ممكن تلحقي تجيبي لنا بيبي حتى نقول صحي، ولا بخص احد افراد العائله التعب العائلي الصحي ما بعرف، بس سنه يعني حلوه بالعمل وبالمال وتعبها عم بيكون عائلي بالمجمل وصحي شوي. على كل بدك للسابع يعني ان شاء الله الله يقدم فيه الخير للجميع وصحه وستر وراحه بال للجميع. يسعد صباحك.